لا تفضلي. مرحب بك، اهلا وسهلا، نتعرف عليك. مواطنين المدينه الخيريه مربع 16. امنه، حجم الاضرار عندكم؟ والله اضرار كثيره يعني شديد. ما مات وقع حد، البيوت شايف بنات كده مو هي ما بتخش الكوارث، الابيار ذاتها وقعت ما شغاله، يعني متضررين. لو بدنا نمشي عشان نجيبك الا نمشي البغاله من هنا كدار للبغاله نخش في المويه، مسافه طويله جدا، طويله شديد. طيب آمنة، يعني الآن نحن في أول الخريف، لربما تكون دي أول مطر الآن، معناها القادم ليس لا ينذر بخير لأهل هذه المنطقة، ولو أننا نتمنى الخير الكثير لأهل هذه المنطقة ولغيرها. المتوقع إن لم تتم التدخل من الجهات المسؤولة، والله لو ما تم التدخل يعني أصلا ما حيكون في حد بيت واقف، أصلا حاسة في بيوت ذاتها شربانة موية بس شوية كده أقلها وحتقع. طيب الان عندكم طبعا بعض المراحيض انهارت تماما كلها، حتى المويه دي كلها يعني ما بتعد الحمامات، يعني الاطفال بيمشوا فيها، امراض كل راح زي دي ما ممكن تحصل. رساله اخيره للجهات المسؤوله، الجهات المختصه والجهات، ونشكر اخواننا السوار يعني واقفين معانا من اول يوم، نناشد الجهات المختصه ونناشد المنظمات انه يتدخلوا، لانه لو جات مطر ثاني في ناس والله ما اقول لك الا تودم بر الزلط. دي اول مطره الان، دي اول مطر، ما في حته ذات مصرف المويه ما تمرق، يعني لو جات مطر ثاني ما حتمرق اصلا. المصارف قفلوها كلها، كانت في مصارف سابقا لكن قفلت مع سوء التخطيط، اي زول دفن المصرف قفل المصرف. هل في اي من المنظمات او اي من القوى السياسية الموجودة الآن في البلاد استطاعت أن تدخل لهذه المنطقة؟ ما جانا يزول، جون أخواننا السوار كتر خيرهم واقفين معانا من أول يوم، من أول يوم واقفين معانا أخواننا السوار ونشكرهم. جميل، شكرا جزيلا، شكرا آمنة، شكرا.